يتوجه وزير الخارجية الصيني وانغ يي هذا اليوم السبت إلى أفريقيا في أول زيارة له في عام 2016. وعلى جدول أعماله زيارات رسمية إلى مالاوي وموريسيوس وموزمبيق وناميبيا، حيث سيلتقي رؤساء ووزراء خارجية هذه الدول لمناقشة كيفية تنفيذ نتائج منتدى التعاون الصيني الإفريقي الذي انعقد في جوهانسبرغ في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى تحديد المجالات والمشاريع التعاونية ذات الأولوية. وفي أعقاب ذلك سيتوجه وانغ يي إلى المملكة المتحدة يوم الخميس لحضور مؤتمر المانحين لسوريا، والمعروف أيضا باسم المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا.